الجماعه صارت تضج بالحيابه حرام، هذا يقول حرام حرام. خطيه دي كسد سوقه، وقف سوقه بعد ماكو عمليته ما يشتغل. يومين ثلاث كتله جوع مسكين، راح السيد موسى الصدر. شاهدنا بدايه كلامنا شنو اخواني؟ الاخلاق. راح السيد موسى الصدر رحمه الله عليه، دخل قال السيد موسى الصدر، قال نعم، قال هذا المسلم هالشكل هالشكل سوى بي، صدق انا اللي ابيعه حرام تاكلوا انتم المسلمين؟ السيد موسى قال لا حلال. قال بس تعرف هذا المسلم شنو سوى بي؟ هذا هيك وهيك قال علي، وانا هسه سوقي وقف. قال السيد موسى الله كريم، انت روح ان شاء الله يصير خير. راح هذا صاحبنا، راح السيد موسى يعرف ذروه العمل، لنفترض بثمانية بالليل، بثمانية بالليل سيد موسى حط عمامتك على راسك، البس الجبه مالتك، شوف هاي رجال الدين، شوف هاي اخلاق الانبياء، شوف هاي اخلاق الائمه، البس العمامه مالتك، البس الجبه مالتك، وروح تمشى وين؟ للمحل مال المثلجات مال هذا المسيحي. قاعد بالمحل قال يلا انطيني من عندك مثلجات خلي اكل. المسلمين يروحون يرجعون يشوفون منو قاعد بالمحل. سيد موسى، سيد موسى رجل الدين الامام العادل جاي ياكل بالمحل، معقول هذا اكل حرام وسيد موسى يقعد يمه؟ شوفوا اخواني بكل انسانيه، هاي رساله من رسائل الحسين اللي علمها لعلمائنا، الانسانيه، الاخلاق. حتى لما غيب سيد موسى اكو مقطع على هذا المسيحي على اليوتيوب موجود يبكي بكاء شديد على سيد موسى، يقول هذا رجل الدين الحقيقي، هذا رجل السلام الحقيقي، هذا رجل الحب الحقيقي. هذا ديننا اخواني، هذه هي منهجيتنا. شيعه تكونوا زينا لنا، سووا مثل هذا العمل، خلي القرعه النبي امام الله، ولا تكونوا شينا علينا. لا تقعدون تسوون اشياء تتشق وحدتكم،